مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وخلينا نطمن اكتر على فرقتنا. معانا مراسل قناه الاهلي محمد توفيق. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير يا سارة، مساء الخير يا احمد. يعني برحب بيكم بكل مشاهدي برنامج السادسه في كل مكان، وبكل عشاء وجماهير النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. محمد، حطنا في الصوره اكتر، ازاي النهارده الفريق استعد لمباراه النهارده؟ طمنا اكتر وعلى الحاله المعنويه والتركيز طبعا عند اللعيبه. يعني حالا دلوقتي وانا معاكم، يعني الجهاز الفني للنادي الاهلي بيضع اللمسات الاخيره زي ما بنقول على ضربه البدايه ان شاء الله لدور المجموعات من دور ابطال افريقيا ان شاء الله. يعني النادي الاهلي تكون بدايه قويه، يمكن في تركيز تام. كنت بتسالين على الاجواء، الاجواء هنا زي ما قلنا يعني كلها تركيز، في اصرار، في عزيمه وتصميم على البدايه تكون قويه ان شاء الله، وتكون ضربه البدايه موفقه علشان ان شاء الله من بدري جدا نعتلي صداره المجموعه. يمكن سيمبا زي ما قلنا فاز اول مباراه خارج ملعبه، واحنا هنلعبه المباراه الجايه، فاعتقد ان 3 نقاط النهارده و3 نقاط المقبله امام سيمبا في تنزانيا هيبقوا مهمين جدا للتصدر مبكرا. يمكن الاجواء هنا اكثر من رائعه، تركيز تام، حاله من زي ما بنقول المعنويات العاليه بعد الفوز ببرونزيه العالم للانديه. يمكن الفريق من 9 صباحا اللاعبين يمكن تم استيقاظه مبكرا، تناول وجبه الافطار في 10:00، بعد كده خلد اللاعبين للراحه في غرفهم في الفندق هنا، بعد كده الساعه 2 كان في غدا، وبعد كده حصل زي ما اجتماع ودي بين اللاعبين والجهاز الفني، اتكلموا الجميع مهموم بالمباراه النهارده والتركيز بشكل كبير جدا في المباراه والاداء والبدايه القويه باذن الله. كمان بعد كده كان في محاضرة الساعة 5:30، لسه يعني يمكن من دقايق بسيطة خلصانة. الجهاز الفني بعد كده طلع هو واللاعبين تناولوا وجبة خفيفة تمهيدا إن شاء الله للتحرك 7 مساء طبقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للتحرك على ملعب المباراة استاد القاهرة. طيب نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق. ده كان يوم النادي الأهلي النهاردة في استعداده طبعا لماتش المريخ اللي بنقول إن هو ماتش مهم جدا.